الاهلي تعادل مع طلائع الجيش بدون اهداف والامور بتتصعب، ناقص 3 ماتشات والزمالك كسب فرق 4 نقط. اعتقد ان الامور بتتصعب جدا جدا جدا، ولكن احنا عندنا امل لحد اخر مباراه. هنعمل ايه؟ ده اللي حصل، مفيش قدامنا غير ان احنا نلعب لحد اخر المباراه والتوفيق من عند ربنا. كابتن علاء، التعادل طبعا غير مرضي وبيصعب الامور علينا. نتيجة محبطة جدا طبعا، والامور زادت صعوبة. في بعض اخطاء احنا عملناها النهاردة، لكن كمان في الاخر المباراة ياما تحس ان لا، ربنا مش راضي انك تكسب النهاردة. يعني فيك اكتر من كورة طلعها محمد بسام يعني بعجوبة. لكن كان لازم اخلص المباراه من بدري، من بدايه الشوط الاول. يعني حتى لو في عصبيه واتفقنا على كده، كان واضح من اداء اللعيبه، اللعيب لو عصبي مش هيعرف يأدي، مش عارف حتى يسمع الكلام. لكن العصبيه دي ضيعت لك وقت كتير قوي، دخلتك في اخطاء كتير جدا، اخطاء في التمرير، في التمركز. صح. اديت يعني انت ساعدت طلاع الجيش ان هم يطلعوا بالنتيجه دي. مظبوط. بطريقه لعبك انت. الكرات القليله قوي اللي وصلت محمد بسام على مدار الشوطين، بص وصل ازاي ايمن؟ بالطريقه بتاعت النادي الاهلي، طريقه النادي الاهلي، طريقه لعب النادي الاهلي، اللعب على الاطراف، الكرات العرضيه متقنه، الضغط الهجومي كويس. ده اللي اعرفه انا، ده طريقه لعب النادي الاهلي. طول المباراه انت بتلعب بطريقه طلاع الجيش. صح. اللي هي اللعب الطويل اللي هو عايزه بسيوني، اللي هو ساعة ليه بسيوني ان هو يقفل لقلبه كويس قوي، وعنده 2 بيلعبوا كويس قوي دماغهم، وانت كمان سهلت الامور بالكور اللي هي مواجهه. يعني اي مدافع حتى لو ناشئ، يعني اسامه ماسك الناشئين، لو سالت اي ناشئ اسامه يقول لك احسن حاجه بالنسبه لك كمدافع الكره اللي جايه انا شايفها صعبه ليك انت كمهاجم، وهو بالنسبه له سهله جدا. الكره العاليه قوي اللي كان بسام بيطلع ياخدها دي، ما هي دي برضو ايمن انت سهلت، وبعدين الوقت بدا يضيع منك، وانت كل ما الوقت بيعدي انت بتتوتر زياده. بتتوتر، وانت متاكد ان المنافس بتاعك ما عندوش صعوبه في ماتشه. يعني ماتشه في المتناول. حتى لو اتاخر الفوز لكن في المتناول. هو انت عارف انك بتلعب فريق عديد جدا، مش عايز حاجه هو من الدوري، لكن هو عايز زي ما اتفقنا كلنا يظهر بمظهر كويس، ولعبك بطريقته. صح. وبس للاسف ان هو جابك لطريقته هو. ايوه، جريته انت في طريقته. انت جريته في طريقته هو. يعني ذكاء بسيوني ان انت ساعدته في طريقه لعبه، ان انت طريقه لعبك انت ساعد بسيوني كتير قوي. كور كتير او مقطوعه، كور كتير او مشتركه، مع انك انت لو لعبت لعبك هتبعد عن حته انك تلعب كور مشتركه. وكان بيعتمد على ضغط على المهاجمين، ضغط على نص الملعب، بس انت دايما بتلعب كل كوره في حد في ظهر واحد، واحد في ظهر واحد، مش دايما مش عارف تلاقي محمد مجدي. محمد مجدي النهارده عمل غلطه برضو انا من وجهه نظري قلتنا كتير، ان هو كان معلق كتير قوي، يا اما في راس حربه يا اما على الاطراف، وساب منطقته اللي هو بيجيد فيها، اللي هو كل المشاكل اللي دي ايمن كلنا متفقين في المباراه اللي فاتت ان بيحل لك المشاكل بتاع التكتل تحركات محمد مجدي في الثلث الاخير. أيوة. بس لما يكون بوشه لكن. أيوة. مش بظهره. محمد مستلم بظهره بيقل كتير قوي، لكن طول محمد مجدي بوشه هيلاقي، هيعرف يتصرف. لكن دي برضو من الغلطات. الغلطه الوحيده النهارده والكبيره اللي وقف فيها كل اللعيبه، التوتر من اول دقيقه لاخر دقيقه، هي دي ضاعت منك مباراه النهارده. لكن رغم كل اللي احنا عملناه النهارده، كان ممكن في كوره من الكوره الاخيره دي كنت ممكن تكسب المباراه وبسهوله على فكره. لكن هي مباراه كانت عايزه هدف. يعني طبعا النتيجه مش عاجبه حد، لكن طول ما في مباريات وفي نقاط احنا مستمرين، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله.